إن للنسخ معنيين، المعنى الأول النقل، أن ينقل الشيء إلى شيء آخر، هذا يسمى نسخا، وبهذا المعنى يكون القرآن كله منسوخا بهذا الاعتبار. لما؟ لأنه نقل من اللوح المحفوظ، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والمراد نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ. المعنى الثاني من معاني النسخ الرفع والإزالة، ولذا قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإن النسخ في كتاب الله إما أن يكون نسخ التلاوة مع الحكم، وإما أن يكون نسخ التلاوة دون الحكم، وإما أن يكون نسخ الحكم دون التلاوة. فمثال الأول ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، فنسخنا إلى 5، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، فـ10 الرضعات نسخنا، نسخت الآية والحكم. ومثال الثاني وهو نسخ التلاوة دون الحكم، وهي آية الرجم، فإن الرجم للمحصن ثابت وقد قام به عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون، لكن الآية نسخت، نسخت تلاوة. قال تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الله عزيز حكيم. قد جاء في بعض الأحاديث أنها من آيات سورة الأحزاب. ومثال الثالث وهو كثير، قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذا وقول الجمهور، لأن بعض العلماء يرى أنها محكمة ليست منسوخة.